كيف سيدي الكريم، كيف كانت الطفولة وكيف كانت المغامرة؟ الطفولة كأي طفل عبر العالم كانت بداية أطفال. كنا بكري، نطرقوا شوية للدارجة، كنا بكري وحنا صغار كنا نلعبوا التوربيليت، نلعبوا الزربيط. كنت داير نوعا ما جيش صغير نتاع التوربيليت نتاع المغامرة. كنا نلعبوا الكرة وحنا صغار، نغامروا. كنت داير، كانت عندي جيشة، كانوا يقولوا بكري سكراك شخصيتني، يقولوا جيش تاع الحرس، لي جيش تاع اطفال صغار. كنا نلاحوا بالمعقال بالكرد، كنا نديروا لي باكار، كنا راك عارف الشوطين تاع الصغر. وبعدها تاتي لو دوزيام استاديغ، بعدها من 18 20 عام الفوق تبدا 21 لادولت، حرز ديال لادولت. بديت في السفريات في 1976 لاكتشاف العالم، pour la découverte du monde, de l'autre, à la recherche de l'inconnu. حاجة اللي ما نعرفش باش نعرفها وباش نمشي نتعلم مدرسة الحياة. وكل إيمان، إيمان بالله سبحانه عز وجل، برسوله صلى الله عليه وسلم، بطاعة الوالدين، بحب الوطن، حب الوطن من الإيمان، انطلاقا من هذه الكلمات المعبرة، الكلمات الصادقة المقدسة، انطلقت في رحلة ماراثونية بالأوتوستوب مشيا على الأقدام، مصحوب بكتاب الله القرآن الكريم، بسجادة الصلاة، بالسبحة، وإيماني القوي بالله سبحانه عز وجل. وقدام لن نسافر لازم نسقسي الوالدين بلي راح الا طلقوني نمشي، والا ما طلقونيش ما نمشيش. كيما واحد الخطره في الوالده نتاعي، ربي يطول عمرها يشفيها، الاب الله يرحمه، ظري ثلاث ايام قدام اللي كنعود رايح للخارج نعلمها، نقول لها اني رايح للخارج. هذا الخطره ما علمتهاش، علمتها لا فاي كيما نقولوا ليله نروح، قال ال 11 تاع الليل ونروح لجوج تاع الصباح، كان مع سالم مشربوك ربي يرحمه. قلت لي وين رايح؟ قلت رايح للخارج. قالت لي راح الخارج تعلمني غير ال 11 تاع الليل وراح الزوج تاع الصباح. قالت لي تطلع في الطياره نهبطك. انا استهزي طياحه الحمد لله والشكر لله، وقلت ما طيح الوالدين ما توصلش، لان الوالدين قمه، هما مقارنه طاعتهم بطاعه ربي ورسول صلى الله عليه وسلم. استهزيت انا شويه وقلت لها يا ما روح قاطليني. قالت لي قلت لك ظلي توجدني بتروجور على لافونس ثلاث ايام قدامها، كيفاه تقول لي راني رايح الصباح وتقول لي ذاك رايح؟ هيا رحت انا. قالت لي تطلع في الطياره نهبطك. كي وصلت للمطار هو اللي بومدين بيرحمو، واذا بها تجي لوتيس داكوي من لا ليفتونزا، سي دو سيريو، تجي تقول بلي العشرين التوالى ما يروحوش، بورتون داير الاوكي، راهنا نعوضوا لكم في لوراسي ونعوضوا لكم 2 مليون المبيت حتى لبغداد باش تعاودوا تروحوا في الفول تاع اجي فرانكفورت. انا رايح على جال جدار برلين، كنت رايح باش ندد. تفكرت انا، تفكرت الام، خرجت من الجماعه، خرجوا رايحين يتبعوا لوتيس، لوتيس داكوي والستيوارد، وانا خرجت ورايح. لقات لي الالمانيه هذيك الالمان تاع لوتيس داكوي، قالت لي وين رايح؟ قلت لها الوالدين هم اللي يقولي الوالده. قالت لي استنى الوالده هذه وش لازم تجيني. دتني البيرو قالت تحكي لي حكايه الوالده، حكيت لها الحكايه، قلت لها هي اللي هبطتني وانا مرتبط بها ارتباط عميق وهذا واجب عليا تربيه. بكات هذيك الالمان لوتيس، ومن بعد قالت لي لازم تزورني باش نقدم لك لا مامون تاعي انا ثاني ضيعتها. ايبا جيت انايا، رجعت المسعد، رحت ديريكت للوالده قدام العصر شويه ما نضتش، رحت جبت الكره على الاسبوع نتاع الكره وحبيته. قالت لي وين هذا شكون؟ قلت لها احمد الحارث ابنك. قالت لي احمد واش راك دير؟ قلت لها نحب في الجنه.
الجنة تحت أقدام الأمهات، أقولها وأكررها، طاعة الوالدين، الأم 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 ثم الأب. قالت لي قلت لك هبطك بالطائرة من الطيارة ولا بعد؟ قلت لها حقيقة أنا هبطت. قالت لي يا مالوك تروح وتهبط داخل الروح؟ قالت لي أنا طالقتك وإن شاء الله ربي يخضرها قدامك وراك. وعدها كلمة تدعيني بالدعاء تقول لي إن شاء الله يجعل فيك بركة 10 رجالة، إن شاء الله تروح رابح وتجي رابح، الخير قدامك وراك. هذه واش وكاين الحاج السويسي اللي كرمناه، كنت حاضر سي بلال السويسي علي المجاهد الكبير البطل أسد بوكحيل، دعا لي دعاء قال لي شوف اللي وراك ما يلحقك واللي قدامك ما يهرب عليك. الحمد لله والشكر لله، والوالد عطيني دعوة الخير والحمد لله، وناس مسعد والناس اللي نتلاقى بيه ان شاء الله إصلاح ذات البين. هذه الحياة الحقيقية.